Aha! عندك ثلاثة صندوق، في كل صندوق عندك جائزة كبيرة، أوكي؟ أول شيء في الصندوق مال أنس، أوكي؟ في الصندوق مال بيسان، أوكي؟ صندوق أوكي، لوي فوتون. في الصندوق أختي، أوكي جايز؟ واو، رولكس. Oh my god. انا شو بتسوي جايز؟ انا شو بتسوي جايز؟ انا سامع شو عم بيصير. خبطت رجلي فيها. كلكم جاهز؟ انا جاهز. اوكي شوفوا الكليت مال صندوق. شوف جايز كليت. اوكي جايز قبل ما نبلش الفيديو اليوم انا بتسوي فيديو جديد من 360 فيوز. لينك بالديسكربشن كلكم بترو بتشوف ها فيديو. وها فيديوهات مش باليوتيوب بس بال 360 فيوز جايز. وانا بحب 360 لانه بتشوف كل الزوائد وشي خطير. وبعد الشيء عندك جايزات لكل حدا بتروح اشتراك بقناتي بال 360 فيوز. So yeah. بس هلا خلينا نبلش فيديو اليوم. فيديو اليوم تحدي مجنون اوكي. واللي هو اول شخص افتح الخزنة بتفوز 100,000. طب انا ليش اغلب حالي واقعد اضرب فيها واكسر خزنة؟ مو اطلع بكل المصاري اللي معك. لا 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 ريلاكس 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 ريلاكس. لا هذا حقيقي. انا حقيقي، انا صحيح. طبعا اول مرحله حنستعمل المنشار كلياتنا. طبعا حبايبي وانا صغير بمنشر. اوكي جايز يلا. انا سولانا يلا. لا شفره لا يا اغبي. راحت من ساعتي 5 دقائق لانه ما عندي شيء. انا تحمست زياده وصرت اعمل عك لحتى انكسر. يلا انا شو بتساوي؟ شو هالتكنيك؟ بس هاي بالشقلوب هاي لازم هون. صح قوي جايز. شوف شوف بيسان لانا بتساوي شوي شوي. تكتيك دفتحها من هون عشان امزحها من هون. يلا 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 يلا, يلا. انا خايف افتحها مو يجيب لنا الشرطه. لا يلا يا زلمة. أنس بدنا سلاح التاني. لانا شو بتسوي؟ جايز والله ما بقى. اوكي جايز خلاص خلاص. اسلحة خرا اسلحة. اوكي يلا ثاني ثاني ثاني. حبايبي الدور السلاح التاني والسلاح الاول. السلاح الاول ايدي اقوى ايدي بيسان اقوى منه. يلا 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 قربت تفتح. الحين عندك نار. واو اوكي او ماي جاد. بيسان دورك. لا انس يا انس شوفني. ولعت الحديقه. لا بس 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 انس بس انس بس بس. جايز كنا حنحرق بيت مو كله سو رح نعمل ستوب للتحدي. او ماي جاد او جايز او او لونه اسود. دور سلاح الثالث. جاهزين؟ سلاحي يفيدني بليز. انا بقول اه بنات باللعبه ولا لا؟ اللعبه. او ماي جاد. جايز قطعوا ايدي يعني فعليا كثير ثقيله. جايز عندك 30 ثانية 30 ثانية اوكي بس 30 ثانية. او ماي جاد. 5 4 3 2 1 خلاص. انا شو بتسوي؟ او ماي جاد قربنا من الفلوس. او ماي جاد الرابع بدي سلاح الرابع. اوكي جايز انا مو مطمنة لهالفكرة ابدا وماني حابته. اسكي تعال. او ماي جاد بنات جاهز؟ لا. واه انس انس. اوكي
مناعت شو بتسوي؟ والله انا لا انا رح ابكي جايز لانه بخاف انس عم يعمل هيك يشد قد قوته وينسى وتروح على رجله. حبايبي زي ما شفتوا انا استخدمت الكبيره لانا وبيسان ما استخدموها. شو نظرات؟ شو نظرات؟ عشان ما يفوت شي بعيننا. اوكي جايز مرحلة خمسة الحين يلا. بيسان خاف منكم بقطع راسها. لا يلا يلا. حبايبي هسه مرحلة خمسة زي ما انتو شايفين معانا بس دقيقة. واحد اثنين ثلاثة يلا يلا يلا. شو بتسوي لانا؟ لا 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 بدك تفتحين عن امك. ليش اقوى جايز؟ او ماي جاد هامل انا سكيب بتموت. شيء اقوى 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 ورجيني اقوى من المنشار. اقوى شيء امسك راسك. تعال 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 يلا. اوكي انا صار مالك ايه اوكي يلا انس دورك يلا. وات اوه انس فلوس انس يا غشاش انس. او ماي جاد يا او ماي جاد يا حرامي جايز بتشوف الانس. او ماي جاد او ماي جاد شو عم تحارب ومنشار عشان ناخذهم بالحلال. ما بحب الحلال جايز. او ماي جاد كل طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين هذا اقوى سلاح بالدنيا. يلا 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 يلا. اوكي انس انس شوفني بس معها بس عندك 30 ثانية. اوكي اعطيني 5 ثواني بكون مطلع المصدر. 2 3 يلا يلا بس بس اعطيني فلوس. اعطيني فلوس. خفيف. شو تقول لها؟ خفيف. تقول ريلاكس. لا لا لا. اوكي جايز دوره بيسان بيسان. نخلي عليك. جايز يلا. يلا بيسان انا معك. واحد اثنين ثلاثة. يلا. الحين شو بتسوي؟ هذه راحت. ها ما لسان عادي عادي. دور وقت لنا. لا 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 قوي اقوى من هيك. اقوى من هيك بعد لازم نجيب اشي بها ما بخاف من دنيا. اوكي جايز جاهز ها اخر مرحلة. ممكن في ها مرحلة واحد هذا بتموت. لا اكيد. معقول لانا بتموت؟ معقول انت بتموت. انا ما بعرف شو بتقول بس ها ليزر حقيقي جايز. الليزر بتعرف شو يعني ليزر؟ يعني الليزر هذا اللي بمر من الجسم بقطع نصين اللي بنف الافلام. جايز اوكي انا بتخاف ها اخر مرحلة وممكن ان شاء الله ما في شيء. لا انا بتخاف لان الروز بتخاف. انا الروز الحين بوف اخر مرحلة. حبايبي انا غبي شوفوا. حبايبي انا عشان استخدمت كل الات الاسلحة فمو قرر يعطيني دقيقة زيادة. يلا قول انا غبي بس خلاص جايز بفكر اليوم هذا تفوز. اي هذا تفوز ضايل 30 ثانية.
جايز أنس بيفكر شيء حلو كتير إنه يشيل ما بعرف شو. اوكي جايز شفنا انس كثير تعذب ولحد الان لساته عم يحاول يفتحها، بس مو ما حكى انه ممنوع نفتحها بالمفتاح. جايز انس بيسان بفوز، بيسان بفوز جايز. حرام يعني جايز مو ما منعنا انه نفتح هذا الشيء بالمفتاح. سو هلا اجتني الفكره وحاولت اني افتحه بالمفتاح واخذت الهديه. خلص الفيديو، بس بحب اقول اخر شيء كلكم بترول لقناتي من 360 فيوز، لينك بالديسكربشن. سبسكرايب، باي.